ست شركات في البحيرة تعمل في الاستصلاح الأراضي، 12,000 عامل لم يقبض، 19,000 عامل لم يقبض يعني مرتباتهم منذ حوالي شهرين، أتوا إلى مجلس الوزراء، وكما رأينا أن الطريق تم تحويله أو قطعه في شارع القصر العيني، وهناك ممثلين لهم عند رئيس مجلس الوزراء الآن، ويقولون أنهم لم يقابلهم حتى الآن. نقف معهم من أهالي البحيرة لنعلم عن هذه القضية وما حيث. سيتعرف على حضرتك وعلى سبب الوقفة هنا. طارق سعد عبد معبود، عضو مجلس إدارة في شركة مسامة البحيرة. احنا جينا ولجأنا للموضوع ان احنا نيجي نقف عند رئيس الوزراء، لان احنا سلكنا كل الطرق منذ صدور القرار 106 برجوع شركات الاستصلاح اللي هي بتعمل تنمية لحضن الدولة للقانون 203. احنا بنتكلم على ست شركات استصلاح زراعي تمام في البحيرة. تمام، لا ست شركات على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية. ده على مستوى الجمهورية. الست شركات دول كانوا خرجوا برا الحكومة صح؟ يعني كانوا قطاع عام وتخصخصوا. دول اتخصخصوا وخضعوا للقانون 159. القانون 159 عاملهم زي اي مقاول عنده 10 عمال، واحنا 25,000 عامل في الشركات دي بتنفذ مشروعات قومية. طبعا تكاليفها ومرتباتها مش متناسبة مع حجم الأعمال اللي مش عارفين ياخدوا نتيجة الخصخصة. فاحنا قلنا الدولة بعد الثورة محتاجة تنمية زي ما هم قالوا. ده قالوا في تنمية، وقالوا في سينا بالكامل عايزة تتنمى، وقالوا عايزين استصلاح. وبالرغم من كل ده احنا من 22/1 لحد النهاردة منذ صدور القرار 106 برجوع شركات 203. قرار صدر في وقت الدكتور كمال الجنزوري وتم نشره، قرار رئيس مجلس الوزراء تم نشره والموافقة على أن تؤسس شركة قابضة تسمى شركة القابضة لإصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية. لماذا لم يتم تطبيق هذا القرار حتى الآن؟ للأسف أن الكلام ده كان على ورق نتيجة برضو اعتصام الشركات. يعني وقتها لما تم الاعتصام طلع القرار، إلا أنه من 22/1 لحد النهاردة ما تمش تفعيله. ليه؟ عشان الشركة القابضة لم تنشأ، برضو تأسست على ورق، ليها رئيس وما لهاش مقر وما لهاش رأس مال وما لهاش حجم عمل. كل ده مش موجود. الشركات دي بتعاني ان ما فيهاش شغل، بالاضافه لان في مشكله بتاع الديون. يعني الشركات فيها عماله بس ما فيهاش شغل. 25,000 عامل، ده انا بكلمك في 25,000 اسره، واخد بال حضرتك؟ مش لاقيين مرتباتهم. مش لاقيين مرتباتهم ليه؟ نتيجه ان ما فيش شغل. الشغل بيسند للقطاع الخاص. القطاع الخاص اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل مقاولين لهم علاقه بالجهات الاسناد للاسف الشديد. لكن احنا كشركات حتى بعد الثوره ده للاسف حتى بعد الثورة. بعد الثورة لجأنا بقى لمين؟ لجأنا للنقابة العامة، ولجأنا لوزير الزراعة. وزير الزراعة كنا عنده قال ما فيش بيدي حل. لما يبقى وزير مكانه ايده مرتعشة ما فيش في ايده حل. هما الحل بقيت مين؟ رفع مذكرة السنة دي. وزير الزراعة الحالي ولا السابق؟ الحالي. واخد بال حضرتك؟ لما وزير الزراعة يقول لي ما فيش بيدي حل ويرفع مذكرة لرئيس الوزراء، رحنا لرئيس الوزراء قال لك حولها لهيئة مستشارين. هيئة المستشارين قالت ده الموضوع هياخد شهور. يعني الناس دي ما تقبضش لمدة شهور نتيجة ان ما فيش عمل مسند لهم. خربوا الشركات دي من امتى والقبض واقف؟ يعني بقى في شركات 3 شهور، وفي شركات 4 شهور، وفي شركات شهرين. واخد بقى على الرغم ان احنا بنقول يا اخواننا، انا بخاطب رئيس الوزراء حاليا وبخاطب رئيس الجمهوريه، بقول له احنا مش محتاجين فلوس، احنا محتاجين شغل، محتاجين نستثمر العمال دي بامكانيات الشركات دي، احنا محتاجين قرارات. ده انا رحت البنك عشان اسوي معاه، بقول له اصولي اكتر من المليونيه اللي عليا 4 مرات. يعني انا عليا 276 مليون وعندي اصول بمليار ونص. قال لي انا ما اقدرش اعمل لك حاجه غير بالقرار من رئيس الوزراء. يعني الموضوع مش فلوس، الموضوع قرار. طب انت ايدك مرتعشه ليه يا رئيس الوزراء؟ طب يعني وجودكم هنا وقطع الطريق بهذا الشكل ليه؟ طب ما احنا بقالنا من شهر واحد لحد النهارده ما فيش خطوه اتفعلت من الكلام اللي اتقال.
يعني الناس دي ما لجأتش للموضوع ده غير لما راحت مع كل عند كل المسؤولين. انا بقول لحضرتك خطبنا رؤساء النقابات، خطبنا النقابه العامه، خطبنا القوى العامله، خطبنا وزير الزراعه، خطبنا رئيس الوزراء، ولا واحد فيهم عمل حاجه، ولا واحد فيهم. وايدهم مرتعشه، ايدهم مرتعشه، رغم ان انا مش محتاج فلوس. انا بقول لهم كشركه او كشركات استصلاح مش محتاجين فلوس، احنا محتاجين شغل. وانت قلتوا ان في شغل في سينا، وقلتوا في شغل في العوينات، وقلتوا في شغل في توشكا، ولا حاجه من دي اتنفذت. طب لو سالتك يعني نفس المشكله، لانه انتوا ست شركات بيدور حواليها نفس المشكله، انا عايز اعرف الاثار السلبيه اللي وقع عليكم انتوا دلوقتي حاليا من اللي بيحصل. الاثار السلبيه زي ما قال زميلي ان الست شركات اصلاح اراضي رايحه للدمار وتشريد العمال اللي فيها بسبب مجلس يعني اداره. دلوقتي العربيات يعني الطريق دلوقتي مقطوع عند مجلس الوزراء. الطريق ده متحول. الطريق مين اللي حوله؟ طيب مين اللي حوله؟ احنا ما نعرفش. حواج مفيش الشرطه اللي حولت. مفيش شرطه موجوده واقفه. اللي واقفين دلوقتي كلهم براحه. هنتكلم مع واحد. عايز اقول لك حاجه بس، احنا مش لاقيين ناكل، بقالنا شهرين ما قبضناش ولا دفعنا اجور. احنا عايزين شغل عشان نلاقي ناكل. العمال دي حضرتك مش من كلمه واحده، العمال دي لما يبقى 25,000 نفس مش لاقيين ياكلوا، هم واسرهم بقالهم شهرين وثلاثه ما قبضوش، هيروحوا فين؟ هناك محاولات الان لفتح طريق. عايز اقول هشام قنديل لو سمحت، رئيس مجلس الوزراء، حل مشكله زينا من اسبوع وهي شركات النسيج، ان هو عمل هيكله ليها وضخ 300 مليون جنيه، ليه ما بيعملش زينا؟ هل احنا من تل ابيب؟ احنا مصريين. عايز اقول احنا انا عايز اقول ان الشركات دي يا جماعه اصبروا، الشركات دي بدات بقى لها 10 سنين بتبيع في الاصول اللي عندها عشان تعمل مرتبات للناس. الاصول اصول الشركات دي كان مؤسسها طلعت حرب من سنه. يا اخوانا اهدوا شويه. الشركات دي كان مؤسسها طلعت حرب وبعد كده جت بعد الثوره، بعد الانقلاب العسكري بتاع الجيش في 52، اللي حصل ان الشركات دي تأممت فرجعت للدوله. الدوله الشركات دي هي اللي مستصلحه ارض الصحراء، اطلع الصحراء من مصر الاسكندريه في توشكا. احنا اللي عملنا منصات الصحراء. عايز اناشد رئيس الوزراء، بقول له احنا عندنا معدات بالملايين كلتها البرومه في الارض، المعدات مرميه في الجبال. عايز اقول ايه اللي بيحصل ده حضرتك؟ اللي بيحصل ده حضرتك عندي من الوزراء وبين بعضهم، عشان كمان الجنزور يصدر القرار ده هم مش عايزين ينفذوه. هشام قنديل مش عايز ينفذه. اذا حاله غضب تعم ست شركات من البحيره، وتم قطع الطريق، وكما ترون هي مطالبه لرئيس الوزراء بالتحرك لحل هذه الشركات. احنا الوحيدين اللي ممكن نخلي مصر.